ولكن سيد الكريم يعني أريد إجابة صريحة، محسن العواجي يوافق على المشاركة في قناة إسرائيلية لكشف المؤامرة الصهيونية كما أشرت؟ مثل ما وافق محسن العواجي على المشاركة في قناة العربية التي انحازت انحيازا غير مقبول ضد رغبات الشعوب في العدوان على غزة إلى صف العدو الصهيوني، وكانت بعض القنوات الصهيونية أكثر إنصافا منها، فإن محسن العواجي لا يمانع أن يشارك في قناة صهيونية أو إسرائيلية لديها من الموضوعية والأمن والأمان شريطة ألا يكون ذلك لا تطبيع ولا تمييع القضايا، وأن يؤكد على حق الأمة الإسلامية في تحرير كافة الأراضي المحتلة من قبل الصهاينة. طيب دكتور محسن، طبعا نحترم رأيك فيما يتعلق بتغطية العربية والمسؤولون سيردون على هذا الحديث، ولكن إذا لم يكن المشاركة في قناة إسرائيل